اتفضل. ما معنى عين حمئة؟ قال فريق من العلماء في تفسير قول الله تعالى في سورة الكهف: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. قالوا الحمأ الماء والطين، واستدل بعضهم لذلك بقول الله تبارك وتعالى في شأن الإنسان: من حمأ مسنون، من حمأ مسنون. قال: وكأنها تغرب في ماء، في ماء وطين على بعد. وقال بعضهم حمئة من حامية الملتهبة المشتعلة. أيوة. هذا كذا رأى ذو القرنين، والله أعلم. بيأخذني للسؤال الثالث، حديث رسول الله لأبي ذر: هل تعرف أين تغرب الشمس؟ تذهب حتى تسجد تحت عرش الرحمن. هل ده حديث صحيح؟ صحيح طبعا، لا شك ولا ريب في هذا. صحيح. أيوة. أشكرك يا شيخ مصطفى. شكرا لله وحده. شكرا لله.